اخواني الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواني اليوم غادي نقدموا شكايه من جهه الشعب ولا مقاومه طنجه ولا شنو كتقولوا لها نتوما الطنجاويات والخرا. واش كحسابكم مين اللي جات غادي يبول عليها شي زامل غادي يولي كيحكم فينا ولا شنو؟ ولا بانت لكم غير ما شي قحبه حوايج الزمن وتصيدت غادي تجي تولي عدو ديال عبد الرزاق الهواري بالتشيطي؟ انا كنعرف اي زامل واي قحبه كما بغى يكون ربها لا كلاس ديالها الفكري كيجيو عند عبد الرزاق الهواري يفوجو كيقولوها له ما كيقولوهاش ما كيجيوش باش يضربوه في الظهر. انا ما كنعترفش بالقواويد كما بغى يكونوا على الكره الارضيه، ما كنعترفش بالزوام كما بغى يكونوا على الكره الارضيه، وما كنعترفش على اللي كيبغي يشدني من شي جهه لانه كحسابو راه كتحرقني من شي جهه، راه كيحرقني حاشاكم غير زبي، كنوقفو وكنمشي غير بيه للقبر معبي، هاكا قراوني ظروفو وقراوني احترامات المدينه ولا كلاس ديالها. إلا كنتو نتوما طنجاوة قوادات وقواويد كتقودو عيالاتكم السواعده والتركيا والخليج، حنا نقدرو نكونو مختلفين عليكم. هذا هو المشكل باش وقعنا معاكم نتوما في مشاكل في امور القضاء ديال طنج كل صراحه، وتحترامتي للعيالات المحترمات والنساء المحترمات، تحياتي لكم جميعا.